معروف النهي عن المنكر، حفروا هذا المكان ثم استخرجوا هذه الحجر التي شاهدتموها قبل قليل، ثم يستخرج هذا العمل الموجود داخل الحفرة. داخل الحفرة وحقيقة السحرة يا أخوان. الآن خرج الشهادة. الآن العمل خرج الآن، وضع يعني من باب يعني ما أشبه الليلة بالبارحة يا أخوان. السحر الكفر ملة واحدة، السحر واحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وضع سحره مشط ومشاطة، سحر النبي في مشط ومشاطة وضع في جث ذكر. الشاهد من هذا العمل حينما وضع الساحر إنما لحمايته من التحلل وعوامل التعرية. الآن هو يوضع يلف ثم يوضع في وسط هذه العلبة ثم يوضع عليه الحجارة ثم يدفن. سبحان الله العظيم، كما فعل بسحر النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع في راكوفة. الآن هذا السحر أمامك ونفكك سويا يعني، ولن أبين لكم ما هو السحر، لكن أترككم أنتم تشاهدون. نستعين بالله عز وجل وننفث عليه بالمعوذتين، نقرأ عليه المعوذتين ونفك هذا السحر. والله جل وعلا يقول ما جاءوا به والله كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ما يفلح والله حيث أتى، لأن أعماله كلها تقربا للشياطين وكفرا بالرحمن جل وعلا وإيذاء للمؤمنين الغافلين. الآن تشاهدون العمل، شوف الكيس الأول لف بأكياس، ثم في الكيس الأول والكيس الثاني. الآن بدأ يخرج، الآن خرج العمل وهو الحقيقة رأس سمكة. عجائب رأس سمكة تدفن في البر، لأن يا أخوان الساحر ما يعمل إلا في الظلام. المعقود عليه شيخ عادل الآن يلاحظ، الآن واضح العقد المعقودة تفك الآن، تفك الآن مع الفك هذه العقد تؤخذ وينفث عليها. وهنا يا اخواني ودي انه يركز على هذه يعني على هذه الرؤيه، رؤيه العمل الموجود او العقد الموجوده، كيف نتعامل لو وجد احد عقده لا قدر الله، كيف يعني ياخذها وينفث عليها ويفكها السحر. الان يعني نستعين بالله جل وعلا ونفك فمها، فم هذه السمكه. جهود مشكورة حقيقة لرجال هيئات الأمر والنهي عن المنكر في هذا العمل المبارك حقيقة. الآن فتحت الشهادة، الآن فكت يعني فم السمكة وبداخلها العمل. هذه الصفة التي يصنعها أعداء الدين، أعداء التوحيد الذين لا يريدون أن يكون التوحيد خالصا لرب العالمين. هؤلاء يا إخوان هي حقيقتهم، أنتم شاهدتم قبل. ولذلك أقول يا إخواني لا تخافون، لا تهابون من أولئك الذين يكتبون كلام رب العالمين، كلام ربكم القرآن الكريم، يكتبونه بالنجاسات وبدماء الحيض، يضعونه في القاذورات. والله الذي لا إله غيره أن الشيخ عادل كان معنا، إننا ربطنا على أحد السحرة، والآن والله الحمد رفعت أوراق لولاة الأمر وسيحال للمحاكم الشرعية إن شاء الله لتنفيذ حكم رب البرية به. وضع المصحف في دورة المياه، أخرجوه رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دورة المياه. الآن هذه العقد استخرجت، هذا العمل الآن موجود، عمل لف بقطع من البلاستيك. هذا العمل يا أخوان تشاهدونه الآن هو عبارة عن عمل لف أيضا بقطع من الجلد، في داخله بعض الأعمال الموجودة، ثم عقد أيضا عليه ببعض الأعمال الأخرى، العقد الأخرى التي عقد عليها ببعض الحبال أو الخيوط وعقد عليها ونفث فيها. وهذا مصداق لقول الله جل وعلا من شر النفاثات في العقد. فالساحر أيها الأحباب يكتب الحجب والتمائم ويعلق الناس بها، يضعها في أماكن الخلوات وفي البراري وفي أماكن المهجورة، كلها تقربا للشيطان واحتكارا لكلام الرحمن وامتهانا لكلام الله جل وعلا وتعظيما للشيطان. ما يمكن يتم السحر للساحر، ما يمكن يتم السحر للساحر إلا بتقربه للشيطان. لابد أن يضع بعض القرابين تقربا للشيطان، ولا يكتفي الساحر بعد مرحلة وفترة أن هو يتقرب إليه، لا، لابد أن الشخص اللي ذهب ليعمل السحر لابد أن يوقعه في الشرك بالرحمن جل وعلا. هذا العمل لله الحمد الآن سقط بعض الأشياء التي يضعها من أبخرة وبعض الأشياء الموجودة وبعض الوريقات التي لفت بها، ثم عقد بعض العقد الموجودة. الآن نفك أيضا العقد الأخرى، هذا الحجاب موجود مع بعض الأبخرة الموجودة. ثم الآن يأتي الحبل الذي عقد عليه على من يراد سحره.
الآن هذا الذي هذا الآن إذا وجد يعني يا أخوانكم تشاهدون الآن إذا وجدت العقد الموجودة هذه العقد الموجودة لو لا قدر الله وجد مثل هذا العمل يؤخذ ثم يستعان بالله عز وجل ينفث عليه بالمعوذتين وتقطع مكان العقدة يقطع مكان العقد ومن أحرقه مباشرة يعني الأفضل فك العقدة الموجودة إذا فكت العقدة يعني وإن كان يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم فكت عقده لما سحر عقد له صلى الله عليه وسلم هذا العمل بفضل من الله جل وعلا تم استخراجه والحمد لله رب العالمين كيد الساحر ضعيف وهو ليس بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله بفضل الله عز وجل إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس في الرياض بل في جميع مناطق المملكة الحبيبة يعني أخذوا على عاتقهم نصرة للتوحيد ومحاربة لأولئك المشركين المبتدعين المخرفين هذا هو الآن الرأس بفضل من الله فك عنه السحر وبطل كيد الساحر والحمد لله وكفى الحمد لله. حقيقة هذه مشاهد اللقطة الأولى أحباب المشاهدين في هذا العمل بين يديكم لا نشاهدون هذا الآن الأخوان من رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عملهم المبارك يقدمون ما يقدمونه في سبيل